لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة الكوثر، مقدمات عامة، تفسير، الدروس المستفادة، استفسارات، أين نحن من الآيات، ما هي أكثر آية تأثرت بها ولماذا. نبدأ بالعنصر الأول، المقدمات العامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر من سور جزء عامة التي تهز القلوب هزا وترج النفوس رجا وتلقي بضرباتها المتلاحقة والقوية على القلب من جميع الاتجاهات، وهي سورة من تلك السور الكريمة على قصرها، فهي أقصر سورة على الإطلاق في كتاب الله عز وجل. ومن الخطأ أن نقول سورة صغيرة، لا، ليس في القرآن صغير، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هي سورة قصيرة عكس سورة طويلة. والقرآن مقسم إلى أحزاب، ثلاث سور، خمس سور، سبع سور، تسع سور، إحدى عشرة سورة، ثلاث عشرة سورة، ثم الحزب المفصل، ويبدأ من سورة قاف على الراجح. وسمي الحزب المفصل لكثرة ما فيه من فواصل بين سوره وبين إيه؟ وبين آيه. وطوال المفصل نهايتها فيها خلاف، البعض ينهي طوال المفصل عند سورة الحديد، والبعض ينهيها عند سورة المرسلات، والبعض ينهيها عند سورة عبسة، والبعض ينهيها عند سورة البروج. وبالتالي أواسط المفصل تبدأ حيث انتهى طوال المفصل، ثم تنتهي بسورة البروج مثلا، أو سورة النبأ، أو سورة الضحى، على خلاف بين المقسمين لطوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل، خاصة وأنه ليس هناك نص يحدد قصار المفصل أو أواسط المفصل أو طوال المفصل، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم جزاهم الله خيرا. سورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن الكريم من جهة عدد الآيات، ومن جهة عدد الكلمات، ومن جهة عدد الحروف، فآياتها ثلاث آيات، وهي في ذلك تشترك مع سورتين أخريين عدد آيات كل منهما ثلاث آيات، إحداهما سورة والعصر، والأخرى سورة إذا جاء نصر الله والفتح، والثلاث سور تنتهي بحرف الراء، العصر والنصر والكوثر، أسماؤها تنتهي كلها بحرف الراء. سورة الكوثر عشر كلمات، فلا توجد سورة في القرآن أقل من عشر كلمات أو عشر كلمات إلا سورة الكوثر، فهي أقل السور عدد كلمات. كذلك الحروف، سورة الكوثر 43 حرفا، 43 حرفا. طيب، سورة الكوثر هل هي مكية أو مدنية؟ طبعا هناك خلاف في مكيتها ومدنيتها على ثلاثة أقوال، قول بأنها مكية، وقول بأنها مدنية، وقول بأنها أنزلت مرتين.
قول أنها مكية ده قول الجمهور، اعتمدوا في ذلك على آثار واردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هي مثلا منها أن العاص بن وائل لما قال أنا شانئ محمد فنزلت السورة الكريمة. منها مثلا لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه يعني بتر محمد الليلة، إلى غير ذلك من أسباب النزول التي سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. الذين قالوا إنها مدنية نظروا إلى حديث مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة، فلما أفاق ضحك، فقلنا ما يضحكك؟ قال أنزلت علي آنفا سورة إن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام. فدل هذا الحديث على أنه نزلت في المدينة، لأن أنس كان في المدينة وهو من أصغر الصحابة، لأنه يعني كان عنده 10 سنين وخدم النبي 10 سنين، إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عنده 20 سنة، فهو من أصغر الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يروي لنا هذا الحديث. صلى الله وبركاته. قال ألا لا يزادن أقوام عن حوضي كما تزاد الإبل فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. طيب الذين قالوا إنها أنزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين. قالوا إنها أنزلت مرة في مكة ردا على المشركين، وأنزلت مرة في المدينة ردا على المنافقين. طيب أسباب نزول هذه السورة الكريمة، السورة الكريمة فيها 3 آيات، كل آية منها تصلح دليلا على تحديد سبب النزول. يعني مثلا إن أعطيناك الكوثر على تفسيراتها المختلفة، فصل لربك وانحر على تفسيراتها المختلفة تعطينا مؤشرات أخرى، إن شانئك هو الأبتر على تفسيراتها المختلفة تعطينا مؤشرات ثالثة. فخلاف العلماء من شأه في هذا، إن كل آية من الـ3 آيات لو ربطناها بوقت معين إذن ستدل على وقت النزول. يعني مثلا إن شانئك هو الأبتر لو ربطناها مثلا بمكة يبقى إذن السورة مكية. طيب فصل لربك وانحر، النحر كان في المدينة في الحج وغير ذلك، فيقولون إن السورة بناء على هذا مدني، خاصة مع حديث مسلم عن أنس كما ذكرنا. طيب السورة لو قلنا إنها مكية ستكون هي السورة 15 بترتيب النزول، سبقتها سورة العاديات وتلتها سورة التكاثر، وهي بترتيب المصحف السورة 8 بعد 100، سبقتها سورة الماعون وتلتها سورة الكافرون. عاوزين نناقش أسباب النزول شوية، لأن طبعا السورة دي ورد لها عدد من أسباب النزول، يعني ورد لها عدد من أسباب النزول. أثر يقول إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط، وقد كان من رؤوس الكفر. أثر آخر يقول إنها نزلت في العاص بن وائل. أثر ثالث، أثر رابع، مجموعة آثار تعد أسماء انزلت فيها سورة الكوثر من صناديد قريش. بناء على هذه الآثار يقولون إنها مكية، لكن كلها إيه يا جماعة؟ كلها آثار، ليس فيها حديث صحيح. معايا كده يا جماعة؟ أنا بتكلم في إيه يا جماعة؟ بتكلم في سبب نزول السورة، ما بتكلمش في نهر الكوثر اللي ربنا أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، دي جاية بعدين. خلاص؟ طيب من أسباب النزول أيضا أن كعب
ابن الأشرف، وده رأس من رؤوس اليهود في المدينة، راح يزور مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه راح يزور مكة؟ ففي الفترة دي قالوا له يعني نحن على الحق، أهل الحرم وأهل السدانة وأهل السقاية ويعني أهل الحج، يعني راحوا يعظمونا في أنفسهم، يعني أم هذا الصنبور أو الصنبر ها الذي جاء فرق بين المرء وزوجه وبين الأب وابنه ها وكده. فقال بل أنتم أهدى سبيلا، ثم سجد لأصنامهم تأكيدا على ما يقول. وفيه نزل قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تمام. طيب ده مجموعة من أسباب النزول، ودي بنستفيد منها فوائد مهمة خالص يا جماعة. إيه هي؟ إن لما بنتكلم في بحث من بحث أسباب النزول أو بحث نزول القرآن عامة، بنجد إن فيه تعدد الأسباب والنازل إيه؟ والنازل واحد. أدي مثاله، يبقى سورة الكوثر تصلح إيه؟ مثالا لهذا الأمر، مش كده؟ تعدد الأسباب والنازل واحد، يعني إيه؟ النازل واحد اللي هو إيه يا جماعة؟ سورة الكوثر، صح؟ طيب الأسباب زي ما شفنا مجموعة كبيرة من الأسباب، فلا مانع أن تكون السورة أنزلت لهذه الأسباب إيه؟ كلها، صح كده؟ آه. طيب في كمان فائدة أخرى ناخدها من سورة الكوثر ونزول سورة الكوثر، إن العلماء لما بيقسموا القرآن من حيث النزول بيقسموا إلى مكي ومدني، وما أنزل ما أنزل في مكة وحكمه مدني، أو ما أنزل في المدينة وحكمه مكي. فدي من ضمن الأمثلة على ذلك سورة الكوثر أنها مدنية وحكمها إيه؟ مكي. إذا قلنا أنها إيه؟ أنها مدنية. واللي رجح أنها مدنية الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، يعني ذكر الأقوال ورجح أنها مدنية، وقوى احتمال أن هي تكون نزلت وقت الحديبية في سنة 6 للهجرة، ودي حنجيلها إن شاء الله. تمام؟ طيب فيبقى دي برضو يبقى نستفيد منها قاعدة كمان، أن هي إيه؟ ما أنزل بالمدينة وحكمه إيه؟ وحكمه مكي، على أساس أنها بتتكلم عن إيه؟ إن شانئك هو الأبتر، خدت بالك؟ فبتكلم عن حال أهل مكة. تمام؟ طيب كمان بناخد منها مثال على إيه؟ على أمر ثالث بالنسبة لنزول القرآن كمان، ما تعدد نزوله أو ما تكرر نزوله. يبقى أنا خدت منها كم مسألة كده يا جماعة في أسباب في النزول عامة؟ ده كده ثلاث. أول مسألة إيه؟ تعدد الأسباب والنازل واحد، صح؟ ثاني مسألة ما نزل بالمدينة وحكمه إيه؟ مكي، على القول أنها مدنية. المسألة الثالثة اللي خدناها منها ها تعدد النازل أو تكرار النزول، يعني وارد مثلا ممكن يقول لك إيه السورة دي نزلت مرة، السورة دي نزلت مرتين، السورة دي نزلت أكثر. فمن المثال اللي تكرر نزوله سورة إيه؟ سورة الكوثر. سورة الكوثر. والبعض يرى أن سورة الفاتحة برضك أنزلت إيه؟ أنزلت مرتين أيضا. تمام كده؟ طيب سورة الكوثر تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. يا جماعة سورة الكوثر في منظومة كبرى لو جاز لنا أن نسميها احتفالية بالنبي صلى الله عليه وسلم، احتفالية كبرى وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان فرط محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني إيه يرضي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضى،
عندنا مثلا سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى إيه ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما كل ده إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك كل ده إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم تمام حادثة الفيل التي حكت عنها سورة الفيل ده كل ده توطئة وتمهيد لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث لقريش من إكرام وإنعام وإئتلاف ورحلة الشتاء والصيف والقصة دي كلها وتأمينهم من الخوف ويطعمهم من جوع كل ده إكراما لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يخاطبه ربه سبحانه وتعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم كل ده مواصلة لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي متوجة الكرم سورة الكوثر إنا أعطيناك يا محمد الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فكده دي كده مواصلة لإكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم تمام دي مناسبة من ضمن المناسبات أيضا أن سورة الماعون تكلمت عن اليتيم الذي يكذب الدين فذلك الذي إيه؟ يدعو اليتيم فجاءت سورة الكوثر بيتيم رباه الله سبحانه وتعالى وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك سورة الكوثر جاءت سورة الماعون تدل على البخل ويمنعون الايه الماعون ولا يحض على طعام الايه المسكين فجاءت سورة الكوثر تأمره بأن ينحر لله شكرا لله عز وجل على نعمة الكوثر عكس البخل اللي موجود في سورة إيه؟ الماعون كذلك سورة الماعون تكلمت عن المصلين المتكاسلين عن الصلاة والذين يراؤون الناس ويهتمون بالرياء ونظر الناس جاءت سورة الكوثر تأمر بالإخلاص فصل لربك اجعل صلاتك لله سبحانه وتعالى وصل الصلاة في أول وقتها وعلى خير وجوهها تمام سورة الكوثر مناسبتها لسورة الكافرون أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت سورة الكوثر أن شانئه هو الأبتر وبالتالي جاءت سورة الكافرون لتبين براءة النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة غير الله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين المفاصلة ولذلك سمونا سورة الإخلاص الأولى كذلك من المناسبة أيضا أن شانئ محمد صلى الله عليه وسلم كافر بدليل أن جاءت بعدها قل يا أيها الكافرون لم ينادين بأسمهم يا فلان ولا يا فلان ولا لا يا أيها الكافرون بالوصف الحقيقي بالوصف الحقيقي له سورة الكوثر بيّنت عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يحبونه أبدا وبالتالي جاءت سورة الكافرون لتبين المفاصلة يعني لا تطمع في هؤلاء ولكن تبرأ منهم لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا إيه؟ سنة فنهاه الله عز وجل عن ذلك في سورة الكافرون إلى غير ذلك من المناسبات العظيمة الجميلة التي تدل على إعجاز القرآن الكريم والارتباط الشديد بين آيه وسوره كما نرى يعني نشعر أن هذه السورة كأنها سورة إيه؟ كأنها سورة واحدة لشدة ما بينها من ترابط وإيه؟ ومناسبة تمام؟ طيب سورة الكوثر يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر طبعا ورد في حديث مسلم عند من حديث أنس قال نفسنا الشاهد يعني قال أنزلت عليه الآن سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يعني الحديث فيه بسم الله الرحمن الرحيم طيب هل كده البسملة آية من سورة الكوثر البعض يرى ذلك وإن كان هذا القول ضعيف جدا لكن أقل ما يستدل به على إيه
على أنها أنزلت في بدايات السور. يعني إيه؟ يعني البسملة في أوائل السور، مش كده؟ شو قال كده؟ قال إيه؟ أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخره. فالحديث نص على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فيستدل بالبسملة على إيه يا جماعة؟ على أن البسملة أنزلت في أوائل الإيه؟ في أوائل السور. والصحيح أن البسملة ليست آية من كل السور عدا سورة الفاتحة أو سورة النمل. سورة النمل طبعا جزء من آية بالإجماع، ماشي. سورة الفاتحة فيها كلام حنحاول نشير إليه، لكن بقية سور القرآن زي سورة براءة ما فيهاش بسملة. غير كده من سور القرآن البسملة ليست آية منها. بدليل إيه؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الملك، سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر. طبعا سورة الملك إيه؟ 30 آية بدون إيه؟ ده الشاهد. إحنا نستشهد بالحديث ده ليه؟ عشان نأكد النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها 30 آية وليست فيها الإيه؟ البسملة آية منه. يبقى ده دليل على أن البسملة ليست آية من إيه؟ من سائر الصور إلا ما ذكرنا استثناءه اللي هي الفاتحة وبراءة. خلاص؟ طيب، فما يجي الحديث ده يقول لنا أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، دل هذا على أمرين. الأمر الأول أنها ليست آية منها بدليل استحضار حديث سورة الملك، والأمر الثاني أنها أنزلت عند بداية كل إيه؟ كل سورة ما عدا سورة براءة. واضح كده يا جماعة ولا إيه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها جزء آية من كل سورة إلا سورة براءة، وعدا سورة الفاتحة فيها تفصيل. يعني عاوزين يقولوا إيه؟ عاوزين يقولوا إن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آية على بعضها كده، البسملة وقوله إنا أعطيناك الكوثر دول كلهم على بعض إيه؟ آية واحدة. ذهب البعض إلى ذلك، خدت بالك؟ وده كلام يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، تمام؟ إنا أعطيناك الكوثر. إن الكلمة دي، كلمة إن، بدأت بها 4 صور من صور القرآن الكريم. صورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ماشي. صورة نوح عليه السلام، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. صورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. صورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وده خبر، يعني ربنا بيخبر أنه إيه؟ أنه فتح للنبي صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، يخبر أنه أرسل نوحا إلى قومه صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه أنزل القرآن في ليلة الليل القدر، يخبر أنه أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم إيه؟ الكوثر. إخبار من الله عز وجل. طيب، إن النون دي بيسموها نون الإيه؟ الجمع أساسا، وتطلق أيضا على العظمة. يعني الأصل إن إن تدل على الإيه؟ النون ألف ديت تدل على الجمع أساسا، فخدت بالك؟ فحينما تذكر بغرض التعظيم ده على خلاف الإيه؟ الأصل، خد بالك؟ يعني ده على خلاف الأصل كلغة، يعني مش ما بنتكلمش على الآية أو من المتكلم أو كده، لا، كلم الأصل. إن لما حد يقول إنا أو نحن بيسموه ضمير إيه؟ جمع، ضمير متكلم جمع يدل على الجمع، خدت بالك؟ بعد كده بنقول بقى إيه؟ إن ممكن الإيه الضمير اللي يدل على الجمع ده يدل على إيه؟ المعظم نفسه، على المفرد المعظم إيه؟ نفسه، خدت بالك؟ فربنا عز وجل لما يقول إنا قطعا ما تدلش على الجمع. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل، إنا ونحن ونزلنا، ده مين؟ ده ربنا لوحده بس مفرد، لكن إيه؟ تعظيم. يبقى كأن استعيرت نون الجمع للإيه؟ للتعظيم، مش كده يا جماعة؟ طيب، طبعا ربنا عز وجل عظيم، مش كده؟
ولما يعظم نفسه كمان ده حاجة فخر كبير جدا. ولما يذكر ما بعد ذلك إما أن يكون في منتهى الرفعة وإما أن يكون في منتهى الضعة. ماشي؟ يعني لما رب يقول إنا أعطيناك الكوثر ده رفعة وإكرام صح؟ خدت بالك؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر رفعة وإكرام. لكن لو ذكر بعدها عذاب خدت بالك؟ إن إيه حد يجيب لنا مثال كده فكر ها؟ إن عذابهم فيك لا إنا نون ألف اللي هي ضمير العظمة ويجي بعدها حاجة إيه تدل على العذاب أو الإهانة أو كده أكيد هتكون الإهانة إيه شديدة يعني. ف لا إنا نون ألف أشخ رجل واخد بالك؟ طيب لو حد افتكر وإحنا بنتكلم يبقى يذكرنا بيها تمام؟ إنكم لذائقوا مش إنا. المهم يعني ربنا عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر. أنا عندي كلمة أعطى وكلمة آتى وكلمة وهبة التلاتة إيه بمعنى واحد. يعني الإعطاء ده من مين؟ من الله. ومعنى الإعطاء الإيتاء ومعنى الإيتاء الوهب صح؟ يعني التلاتة ممكن إحنا في اللغة عندنا نسمها إيه؟ مترادفات. لكن القرآن الكريم بليغ خدت بالك؟ القرآن الكريم بليغ ما ينفعش نحط كلمة مكان كلمة. هي عندنا إحنا في لغتنا إحنا ينفع في لغتنا إحنا أنا بنتكلم بنقول عبارة فأنت بتقول لا شيل دي وحط دي مكانها ماشي كده؟ عند ربنا ما ينفعش لأن كل كلمة لها إيه؟ دلالاتها. فآتينا تدل على حاجتين، على التعظيم تعظيم المعطي وكمان تدل على المحاسبة. فهمني؟ ممكن تدل على التعظيم أحيانا وتدل على المحاسبة غالبا ماشي كده؟ يعني لما ربنا عز وجل يقول إيه وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. لا شيخنا هذا التوشح هم؟ قال ربنا أخذنا منها فإن قلنا فإن ظلموا إنا مهلكوا أهل. لا ربنا بيتكلم عن نفسه يا شيخ إنا مهلكوا أهل هذه القرية صح كده؟ أحسنت. إن يبقى دي مثالة هيت إن ربنا عز وجل يقول إن ضمير المعظم نفسه مهلكوا أهل هذه القرية أكيد الإهلاك هيبقى إيه شديد يعني جزاكم الله خير. يبقى إحنا إيه يبقى دي كانت مثال على ذكر ضمير المعظم نفسه المعظم نفسه ضمير المتكلم بإن ويقع بعدها عذاب أو إهلاك فبيكون يعني إيه يبلغ من الإهانة مبلغ. تمام نرجع لموضوعنا تاني آتينا وأعطينا ووهبنا ماشي. ربنا عز وجل يقول في شأن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه دي ايه السياق بتاعها يدل على الايه على التعظيم وعلى الفخر وعلى الشرف مش كده؟ السلام عليكم وبركاته. ماشي يا جماعة ولا ايه؟ طيب في سورة وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. آتينا ثمود الناقة مبصرة طبعا واضح من الكلام هنا ان مش المقصود بها الايه التعظيم فقط لكن المقصود بها ايضا الحساب. إن آتيناه يبقى هنحاسبه على هذا الإيه؟ على هذا الذي إيه؟ آتيناه إياه. أنتم معايا؟ نعم. لكن أعطى
معناها التمليك، لأن آتى ممكن يبقى الإنسان الذي أوتيه يملكه أو إيه أو لا يملكه، ممكن يكون على سبيل إنه يقوم بأمر أو يفعل به شيء ويرد مرة أخرى. لكن أعطى فيها حاجتين، التمليك ومطلق التصرف، والحاجة الثانية أنه غير محاسب على هذا الإعطاء. خدت بالك؟ الآية بتقول إيه برضو في قصة إيه داود، هذا عطاؤنا، ما قالش هذا إيه إيتاؤنا، ها هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، شفت إزاي؟ بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن إيه مآب. واضح كده؟ يبقى العطاء بتبقى تمليك خالص وما فيش حساب، خدت بالك؟ الوهب بيكون شيء خاص جدا، خدت بالك؟ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه إيه أواب. واللي يدلك على الخصية كمان دعوة نبي الله سليمان، رب إيه اغفر لي وإيه وهب لي ملكا إيه لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الرب، لا ينبغي لأحد، هنا الخصوصية. أنتوا معايا يا جماعة؟ نعم. طيب في سورة الشورى الله عز وجل يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، خصوصية هي، ويهب لمن يشاء الذكور، خصوصية. بعد كده أو يهب ذكرانا وإناثا، لا أو غير الكلمة، ها؟ طيب في قصة زكريا عليه السلام جبالك لما قال إيه وجد ربنا رزق مريم عليه السلام فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، طمع في كرم ربنا، وبعدين طلب من ربنا إنه يرزق الولد، خدت بالك؟ الآية بتقول إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي، يعني هو عارف إن الوضع بتاعه صعب وإن لو حصلت تبقى من عند ربنا. ليه؟ لأنه رجل كبير اشتعل الرأس شيبا، ومرأته حتى مش عقيم، لا ده عاقر، العقيم فيها أمل إنها تتعالج، إنما العاقر خلاص قفلت مفيش. فلما تيجي الولد مع العاقر تبقى حاجة خاصة من ربنا بس، ما حدش له دخل فيها تاني. فعشان كده قال ما قالش ارزقني، وبعدين قال فهب لي من لدنك ايه وليا، واخد بالك؟ وكان حريص على الدعوة، يرثوني ويرث من آل يعقوب، يعني في الدعوة في العمل للدين مش في الفلوس، واجعله ربي ايه رضية، ربنا استجاب له، خدت بالك؟ ووهبنا له ايه. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجابنا له ووهبنا له ايه يحيى، وهبنا، واخد بالك شيخ؟ فالوهب بمعنى الاعطاء والايتاء، بس بيبقى خاصة الخاصة، يعني حاجة خاصة جدا جدا جدا، بحيث ان ايه يصعب انها تكون للجميع، انما هي لناس مخصوصين كما بيانت الايه الايات. قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام ايه حليم اللي هو اسماعيل، مش كده؟ اه صح، كلام صح، وامرأة مؤمنة موهبة لنفسها للنبي. ليه؟ لان الوضع ده ما ينفعش الا مع النبي، يعني ايه ما ينفعش واحدة تروح تهب نفسها لحد غير النبي، فعشان كده ربنا عبر عنها بالهبة، ما قالش زوجت نفسها للنبي، لا وهبت نفسها للنبي، يعني ايه دي حالة خاصة ما تنفعش مع حد تاني، تمام كده؟ طيب هنا ربنا عز وجل قال ايه، ما قالش ان اتيناك الكوثر، لان اتينا مش هيبقى ملك خالص وكمان هيتحاسب عليه. طب وما قالش ان وهبنا لك الكوثر، ليه؟ لان الكوثر له ولامته، صح كده عليه الصلاه والسلام، لكن قال ايه يبقى خلاص ده ملك لك، وانت مش هتتصرف زي ما انت عاوز، مش هتتحاسب،
مش هتحاسب على الايه؟ على هذا العطاء اللي ربنا اعطاه لك. واضح يا جماعه؟ جميل. إنا أعطيناك الكوثر. جاء دون نون العظمة تاني أعطينا. مش كده؟ وبعدين الكاف ده ضمير خطاب مبني على الفتح في محل إيه؟ نصب مفعول أول، والكوثر مفعول ثاني، الكوثرة. مش كده؟ طيب إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر على وزن فوعل، هنقوله الواحد وبعدين الاثنين وبعدين الثلاثة والعدد لغاية لما تصفه بأنه ايه؟ كثير. والكثير يكثر يزداد لغاية لما تصف ان شيء اكثر من شيء، وبعدين الأكثر ده يزداد حتى يسمى إيه؟ كوثرة. واضح كده يا جماعة؟ يعني الكوثر ده أكثر الكثير. معايا؟ الكوثر أكثر الكثير. أنا بس بتكلم في اللغة عشان بس لما نيجي نتكلم أقوال المفسرين، لأن المفسرون ذكروا فيها أكثر من 15 قول كلمة الكوثر دي. فنشوف اللغة الأول بتقول إيه عشان نعرف نتعامل. فالكوثر دي يعني أكبر كلمة مبالغة في الكثير، ما فيش أكثر من الكوثر. خدت بالك؟ يعني الشاعر بيوضح بيمدح الرجل يقول له كن وكان عطاؤك كثيرا وعطاء أبيك أكثر كوثر، وعطاء أبيك كوثر. ماشي كده؟ طيب إن أعطيناك الكوثر، أنا عرفت في اللغة إن الكوثر دي تدل على أكثر الكثير، مش كده؟ طيب نشوف كلام المفسرين واللي قالهم استندوا لإيه. وردت آثار كثيرة أن الكوثر هو إيه؟ الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ الخير الإيه؟ الكثير. أثار كثيرة جدا عن 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 الصحابة وغير الصحابة تدل على إن الكوثر هو النهر، هو الخير الإيه؟ الكثير. خلاص؟ طيب. وفي حديث صحيح يدل صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الكوثر هو نهر إيه؟ في الجنة، أعطانيه ربي في الجنة. وبدأ يوصفه، ماءه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، آنيته عدد نجوم السماء، آنيته من الذهب والفضة، طينته مسك أزفر، حصباؤه اللؤلؤ والياقوت، حوافه الذهب وخيامه الدر، إلى آخره. فواضح جدا أن الكوثر ده اسمنا في الجنة، مش كده؟ وبعدين في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير، يعني النهر نفسه عليه إيه؟ خير كثير. نسأل الله نسقينا منه أجمعين، اللهم آمين. تمام؟ فهنا يا جماعة دي تعتبر أقوى قولين في المسألة في معنى كلمة إيه؟ الكوثر. طيب سعيد بن جبير الأثر ده ورد عنه، وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، والموضوع مش بعيد لأن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عن الجميع. قال له يعني ما الكوثر؟ قال هو الخير الإيه؟ الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو نهر أعطانيه ربي في الجنة. قال هو من الخير الكثير الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نهر في الجنة من جملة إيه؟ الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، يعني هو نبي، النبوة، القرآن، الشريعة،
الإسلام، الوحي، المقام المحمود، خيريته على جميع الخلق، الشفاعة، اللواء، عد بقى كتير مش هتخلص. ها، وتجيب سورة الضحى، وتجيب سورة الشرح، وتجيب سورة الفيل وسورة قريش، واخد بالك، وتجيب سورة الكوثر، وتجيب، خدت بالك، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتجيب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وعطيته خمسة لم يعطونا أحد من قبلي، خدت بالك، ونصرته بالربا مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيته الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثه للناس عامة، رحلة الإسراء والمعراج، وخد بالك، عد ياما خير كتير ربنا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا إيه؟ كفاية أن ربنا قال له ولا سوف يعطيك ربك إيه؟ يا سلام يا سلام، صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده؟ ف ما فيش تعارض أعتقد بين القولين دول. هنقول إنه فيهم قول عام اللي هو الخير الكثير ومن جملته نهر الكوثر، وهنقول إنه في قول تاني اللي هو قول خاص اللي هو نهر الكوثر، وطبعا الخير الكثير دلت عليه إيه؟ نصوص أخرى في القرآن والإيه والسنة. طيب، هنا في جزئية عايزين نتكلم فيها اللي هي إيه؟ اللي هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بنهر الكوثر. لو قلنا إن الصورة مدنية، وده اللي برجحه ابن جرير، ده اللي برجحه ابن جرير، واللي برجحه كمان الطاهر بن عاشور، واللي رجحه كمان الشيخ ياسر حفظه الله ورحمهما الله جميعا، إن هي مدنية. طيب، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بنهر الكوثر وهو في مكة ولا لا؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بنهر الكوثر في مكة، يعني دلت أحاديث وآثار على أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر في الإيه؟ في الجنة، عرف ده وهو إيه؟ في مكة، لكن لا يشترط أن السورة تكون أنزلت إيه؟ في مكة، لا يشترط أنها تكون أنزلت في مكة. تمام؟ طيب، نهر الكوثر هو نهر من أنهار الإيه؟ الجنة، والجنة مليئة بالأنهار، حتى بنقرأ كتير جنات تجري من تحتها الإيه؟ الأنهار، ولذلك من الأخطاء الشائعة اللي بيقرأ يقول لك إيه؟ جنات تجري. طب هو إحنا يعني طايلينها وهي كده لما هنجري، لما هي تجري كمان؟ خدت بالك؟ البعض يقول لك لا، ده هي الجنة بتجري. طب يا عم أنت إزاي؟ خليها بتجري ولا بتجريش، أنا ما نعرفش، ما ده حاجة من ربنا ما قالش عليها أنها تجري ولا ثابتة، ما قالناش، لكن الآيات بتخبر إن الإيه؟ إن الأنهار تجري من تحتها، إن في آيات بتصرح إيه؟ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يعني لو قلنا جنات تجري من تحتها الأنهار، في احتمال ولو ضعيف جدا إن الجنات هي اللي بتجري، لكن لما نقرأ قوله تعالى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، خلاص بقى كده تصريح إن اللي بتجري هي الإيه؟ هي الأنهار. خدت بالك؟ المقصود ان فيها انهار كتيره جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر في رحله اسراء المعراج انه شاف النيل والفرات وسيحون وجيحون في الجنه، وقال هما من انهار الايه؟ الجنه، او هذه الانهار من انهار الايه؟ الجنه. وربنا قال فيها انهار من ايه؟ من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل ايه؟ مصف. فمن جملة هذه الانهار نهر الايه؟ الكوثر. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء والمعراج، عشان كده بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عرف النهر وهو في مكة، حتى لو قلنا ان الصورة مدنية. في رحلة الاسراء والمعراج لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى نهر الكوثر، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا هو النهر الذي خبأه لك ربك. الله اكبر. ثم ضرب، في رواية بتقول ان جبريل هو ضرب بيده في طينته، ورواية تانية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في طينته، فإذا هي مسك ايه؟ أزفر، وإذا حصباء الياقوت واللؤلؤ، الحصو بتاع الأرضية بتاعت النهر ياقوت واللؤلؤ. طيب، نهر الكوثر ده صفته ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في أحاديث كثيرة، إن هو نهر في الجنة،
ان هو يجري بلا شق، يعني بيجري على وش الارض كده والماء ملموم من الجنبين ما بيسحش، ودي حاجة عجيبة جدا. يعني انت تخيل انت كده مية ماشية كده، الكلام ده ممكن بتتخيله لو انت عامل باترينا جزاز، واخد بالك، عامل باترينا جزاز من هنا ومن هنا والمية بتجري، فانت عامل زي مزرعة سمك او بتاع حوض عندك سمك في البيت وكده. لكن انك تتخيل مية كده، ممكن تتخيلها لو هي تلج، انما مية صعب. لكن ربنا مفيش في حقه، ده الجنة، ده نعيم الجنة يا جماعة. تجري بلا ايه شق، ماشي، طينتها مسك اصفر، ها، حصباؤها الياقوت والايه واللؤلؤ، حافتاه من الذهب، عليه خيام الدر واللؤلؤ، خيام يعني الدر واللؤلؤ ده والياقوت والحاجات دي، ممكن حاجات صغيره كده تمسك. تخيل لما تبقى خيمه من اللؤلؤه، عباره عن ايه، عن خيمه، وبعدين مش خيام الدنيا، خيام واسعه كبيره، ده الجنه، ها، وخيام الدر، خد بالك، الخيمه ممكن تكون مثلا مسيره شهر ولا حاجه ولا اكتر ولا، خدت بالك، ولؤلؤه او دره او ياقوته او كده، خدت بالك، آنيته عدد نجوم السماء، خدت بالك، آنيته من الذهب والفض. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، عليه طيور اعناقها مثل اعناق البخت. البخت اللي هي الابل النادرة التي جيء بها من بعيد، ها، ما بالكم جسمها، جسم الطائر قد ايه، اذا كان رقبته زي رقبة الجمل يبقى الجسم بتاع الطائر ده قد ايه، قد الجمل مثلا. فطبعا هذه الطيور تطير فوق هذا النهر، تشرب من هذا النهر الابيض من اللبن، احلى من العسل، ابيض من الثلج. و فابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه على روايتين قال يا رسول الله والله انها لناعمه، ده الطيور دي عايشه على ايه، في نعيم جامد خالص، وايه، عايشه على نهر الكوثر يا جماعه، خدت بالك. النبي صلى الله عليه وسلم رد قال له ايه، اكلها انعم منها، اسال الله ان يطعمنا منها اجمعين، اللهم امين يا رب، اكلها انعم منها. ف ده وصف مختصر لنهر الكوثر. طيب نهر الكوثر فيه ميزابان يشخبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، يبقى دي قصة تانية بقى، في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبره إلى عدن، وفي رواية إلى صنعاء، وفي رواية إلى إيليا اللي هي القدس، مسيرة شهر، آنيته من الذهب والفضة، آنيته عدد نجوم السماء، الذي يسقي منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واخد نفس صفات ايه، النهر، نهر الكوثر، واللي بينزل فيه ميذابان يشخبان من نهر الكوثر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مزربين من الكوثر بيصبوا فين، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي تتخيلها، مش بتاعتك، ده غيب، ونحن نؤمن بالغيب، الذين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ايه، يؤمنون بالغيب، ايه اللي هيحصل يوم القيامه، وازاي النهر اللي هيبقى من المدينه لغايه مكه، او من المدينه لغايه صنعاء، او لغايه عدن، او لغايه القدس، خدت بالك، وهل هي نفس الارض ولا بعد ما تبدل الارض، ولا هيبقى امتى، فين، التفاصيل دي كلها احنا ما نعرفهاش، وبالتالي نؤمن بها. يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ايه ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض اصحابه عند القبور، فقال السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون، وددنا لو نرى إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم بيتمنى أنه يرى إيه؟ إخوانه.
قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحاب. يعني بل أنتم أصحابي؟ عنه أفضل جماعة، إخوانه أم أصحابه؟ أصحابه صح؟ طب ما هو النفس عاوز يشوف إخوانه، فبيتمنى يشوف إخوانه. لكن الصحيح أن الصحابة جمعوا بين الوصفين، بين الصحبة والأخوة. يعني إيه ألسنا إخوانا؟ قال بل أنتم أصحابي، يعني أصحابي وإخواني أيضا. وإخوانون اللي هم مش أصحابي لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا يا رسول الله وكيف تعرف إخوانك؟ يوم القيامة تعرفهم إزاي؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ لو أنت لك خيل غر يعني في وجهها بياض، ومحجلة في يديها ورجليها إيه؟ بياض. الخيل دي وقعت وسط خيل سوداء يعني قاتمة، ها؟ أكان يعرف خيله؟ سهل يعرفها صح؟ قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا إيه؟ محجلين. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سبب الغرة والتحجيل، هو نور في الوجه وفي اليدين والرجلين. قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين إيه؟ من آثار الوضوء. اللي بيتوضى منه مين يا جماعة؟ المؤمن والمنافق صح؟ الاثنين حيجوا يوم القيامة غرا إيه؟ محجلين من آثار الوضوء. حتى أبو هريرة كمل وقال إيه؟ فمن أراد فمن استطاع أن يطيل إيه؟ غرته فليفعل، يقصد غرته وتحجيله يعني. تمام؟ نرجع الحديث بتاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أمتي يأتون يوم قيمة غرة محجلين، ها؟ ألا لا يزادن، هنا بقى الحصر الشديد، ألا لا يزادن أقوام عن حوضي كما تزاد الإبل. الناس قايمة من القبور منتهى الظمأ، كادت أن تقطع أعناقهم من العطش والظمأ، ورأوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومقبلون عليه بإيه؟ بنعم وشدة، وكله عاوز يشرب. الملائكة تمنع أقواما، النبي صلى الله عليه وسلم شايف المنظر، أمته غر محجلون يمنعون عن الحوض. ألا لا يذادن أقوام عن حوضي كما تذاد الإبل، فأقول يا رب أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. لا يشفع لهم نوصل، بل يدعو عليهم ويقول سحقا سحقا بعدا بعد. يا رب سلم يا رب. عشان تعرفوا يا جماعة خطر البدعة، الناس بتستهين بالبدعة، يقول لك بدعة حسنة، ويقول لك يا أخي إحنا عاوزين خير، يا أخي إيه المشكلة يعني لو زودنا ديت ولا لا؟ هو اللي زي ده اللي عاوز الخير ده عشان ما اتبعش هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إن ورد موردا غير مورد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فيحرم من مورد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، إن كل كلمة كل من ألفاظ العموم. الإمام مالك رحمه الله قال وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس إيه؟ حسن. خدت بالك؟ الإمام الشافعي قال من استحسن فقد إيه؟ فقد شرع. الإمام مالك قال من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا إيه؟ صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن على أحد صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم إيه؟ بدين. فالبدعة أخطر من الذنب، لأن الذنب الإنسان يفعله وهو يعلم أنه مذنب، إنما البدعة يفعلها الإنسان ويظن أنها قربة. كذلك الذنب يكون خاصا أو مقصورا على صاحبه، إنما البدعة متعدية. ولذلك من كمال التوبة من البدعة أن ينهى عن بدعته التي نشرها. تمام؟ طيب، إنا أعطيناك الكوثر، عطاء من الله عز وجل، نعمة عظيمة. فينبغي عليك يا محمد أن إيه؟ أن تشكر هذه النعمة. كيف تشكرها؟ فصلي لربك وانحر. ذلك سموها فاء التفريع،
الصلاة والنحر متفرعة على هذه النعمة اللي هي نعمة إيه؟ الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك وانحر. هنا برضك أقوال كتير للمفسرين. البعض يقول فصلي لربك وانحر يعني صلي صلاة الفجر يوم النحر وانحر، ولذلك ده اللي خلى البعض قال إنها مدنية، إن الكلام ده في الحج. البعض قال لا صلي صلاة العيد وانحر الأضحية. خدت بالك؟ لكن الراجح إن هي عامة. صلي لربك، أخلص صلاتك لربك، وانحر لربك أيضا، يعني أخلص النحر لله على اعتبار أن النحر إيه؟ عبادة. قل إن صلاتي وإيه؟ ونسكي. النسك اللي هو الإيه؟ الذبح والنحر. ونسكي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنحر فقط، والنحر ده يكون هي يا جماعة للإبل صح؟ والبقر يجوز فيها النحر والذبح، والذبح إيه؟ أولى. والغنم الذبح. طب ليه ما قالش فصلي لربك واذبح؟ لأنه بينجله أعلى حاجة، النحر الإبل أعلى حاجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى الإيه؟ الإبل 100 إيه؟ ناقة. ذبح إيه؟ نحر إيه؟ 63 بيده، وأكمل علي 37 بقية إيه؟ 100. تمام؟ وكان يرسل الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الإيه؟ الهدي بإيه؟ بيده. وكانت السيدة عائشة تضفر له شعر الهدي، وكان إيه؟ يجلس بالمدينة ويرسله إيه؟ إلى مكة. هاديا بالغ الايه؟ بالغ الكعب. طيب، فصلي لربك وانحر، ما تعملش زي الذين هم يراؤون في السوره اللي فاتت. خدت بالك؟ خلي صلاتك لربك سبحانه وتعالى، ونحرك ايضا ايه؟ لربك. طيب، لو قلنا ان السوره مكيه، فهل شرع النحر في مكه؟ النحر شرع فين؟ في المدينه، اللي هو بقى الايه؟ الاضحيه، الهدي. خدت بالك؟ ده اللي شرع. فلماذا يأمره ربه بالنحر في مكة مع أنه لم يشرع له النحر بعد؟ قالوا لأن المشركين كانوا يصلون لغير الله وينحرون ويذبحون إيه؟ لغير الله، فأمره الله عز وجل إيه؟ أن يكون لله، أن تكون الصلاة والنحر إيه؟ لله، بغض النظر إيه تفاصيل النحر. خدت بالك؟ بس إذا نحرت يبقى تنحر لله حتى ولو للأكل، يعني لو مش نسك. أنت لما بتيجي تذبح عشان تأكل بتقول إيه؟ بسم الله والله أكبر. واخد بالك؟ فتكون أيضا ذبيحتك التي هي مباحة للأكل وليست نسكا تكون أيضا إيه؟ على اسم الله، تكون بالله. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. فهم كانوا يأكلون الميتة ويقولون لمحمد يا محمد ما ذبحته بالسكين تأكله وما ذبح بسكين الله لا تأكله. شاف العقل؟ شاف العقل لما يفكر؟ عشان كده ربنا قال وان الشياطين ايه؟ وما ده من وحي الشياطين بيوحوا لاوليائهم من المشركين ليجادلوك. ولما واحد يقول لك كده هتقول انت ايه؟ يقول لك ذبيحه ربنا ما تاكلهاش ذبيحتك انت تاكلها، وانت احسن ولا ربنا؟ هترد تقول ايه انت بقى؟ ده المنطق بقى، ده المنطق. واخد بالك؟ فانت يعني ايه الذي منعك من اكل الميته؟ الله عز وجل. والذي احل لك ذبيحه يدك هو الله، مش انت، مش انت اللي بتعمل، مش انت اللي بعقلك، انت مش انت اللي بتشرع ولا انت اللي بتختار، لا. فصلي لربك وانحر. في اقوال اخرى غريبة زي ايه مثلا؟ يقول لك ضع يديك اليمنى على اليسرى تحت النحر كده، اللي هو السنة معروفة. والبعض قال لا قرب يديك من النحر كده. في ناس كده تبص لي في واحد تلاقيه يصلي عامل كده، حاجة غريبة يعني، جابها منين؟ مفيش دليل على الكلام ده أصلا. خدت بالك؟ وممكن تضع يديك على صدرك تمسك
يدك بكفك اليمنى نصف ساعدك الايسر كده، خد بالك بصوره من الصور، يعني يا اما كده اللي هو ايه باطن الكف الايمن على ظاهر الكف الايسر، دي صوره، واما الرسغين بعضهما على بعض الايمن على الايسر، دي صوره، واما انك تمسك بكفك نصف ساعدك الايه الايسر بكفك الايمن. الثلاث صور دول من السنه. البعض يقف عامل كده، لا وانت بتتفرج على منظر طبيعي ولا بتعمل ايه؟ ده مش خشوع ده، خد بالك. يجي البعض يعمل لك كده، طب ايه دليلك؟ يقول لك فصلي لربك وانحر. الله، ده الايه مجمله يا عم، الايه مجمله، انت فسرتها بتفسير غريب جدا. والبعض يقول وانحر اي اجعل يديك حزوة نحرك، اللي هو رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام للركعة، تعمل كده يبقى يديك على قبل ايه النحر بتاعك اهو ده، يبقى وانحر على قصاد النحر بتاعك. ها البعض قال وانحر يجعل نحرك الى القبلة، ده خليه ناحية القبلة. اقوال غريبة مش كده وبعيدة، خدت بالك؟ لكن أقوى هذه الأقوال الذي قال إن الصلاة والنحر عبادتان لا تنبغيان إلا إيه؟ إلا لله سبحانه وتعالى، وربنا حرم ما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة إلى آخره، مش كده؟ طيب فصل لربك وانحر. البعض قال فصل العيد وانحر، بعض قال فصل الفجر وانحر، خدت بالك. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك، شانئك يعني مبغضك، من الإيه؟ من الشنآن. الشنآن بفتح النون، المبغض، البغضاء، الشنآن هو البغضاء، إنما الشنآن بسكون النون المبغض، الشخص نفسه، يبقى الشنآن بفتح النون البغض، والشنآن بسكون النون المبغض، الشخص نفسه. وبكلتا القراءتين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءتين متواترتين، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. رواية شعبة عن عاصم ومن وافقه، شعبة بن عامر، شنآن بسكون النون، ولا يجرمنكم شنآن، شخص، شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. خدت بالك اللي هو حطم، بيسموه حطم، ده اللي كان جاي قتل المسلمين وبعدين راح يعمل عمره وعايزين يقتلوه، ف ده على التفسير شنآن يبقى هو الايه حطم دي، شنآن بفتح النون يبقى بغضكم لهذا الرجل، خدت بالك، انتوا عايزين تقتلوه عند الحرم وكده، خدت بالك. وكذلك في العدل، ما يحملكمش البغض او الشخص البغيض لديكم على انكم تظلموا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقرب. فالشنآن هو البغض، والشنآن هو البغيض، المبغض فاعل، اسم فاعل. إن شانئك هو الأبطر، إن شانئك يا محمد هو الإيه؟ هو الأبطر، يعني إن مبغضك هو الأبطر الأقطر. طيب نلاحظ إن شانئك هو الأبطر ده رد صح، لكن ما جابش الإيه السبب الرد، يعني واحد بيتكلم وبيترد عليه لم يذكر الكلام ولكن ذكر الايه الرد، يعني كأنه يقول ان شانئك هو الابتر، يبقى دي رد على حد، كأن بوتر محمد الليلة لما مات ابنه القاسم او الطاهر، ده على الكلام ده لو في المكة، او ابراهيم على الكلام ده لو في المدينة، خدت بالك، قالوا بوتر محمد الليلة، بوتر، ولما قالوا الكعب بن الأشرف أرأيت لهذا الصنبور أو الصنبر، الصنبور أو الصنبر احنا عندنا بنستعملها اللي هي الحنفية مش كده، أساسها في اللغة مش كده، أساسها في اللغة
بتكون ايه؟ جذع نبت في نخلة وحده لو قطعته لا يؤثر. يعني افترض النخلة اهي كده وبعدين طلع منها ايه حتة طلع لوحدها كده بعيدة عن الايه النخلة، لو انت جيت كده بالبتاع ورحت قشيتها وشايلها هتؤثر هي في النخلة بحاجة؟ هم بيقولوا كده، بيقولوا ان محمد ده هو ده الصنبر، حتة طلع زيادة دي ولو اتشالت مش هت ايه مش هتأثر في شيء. وكانوا يقولون هذا في من مات ولده أو ليس له عقل من الذكور، قالوا إيه صنبور أو صنبر أو أبتر. خدت بالك بطر الليلة محمد يعني إيه؟ مش الناس بتقول لك اللي خلف ما ماتش، أنا عاوز ولد يبقي ذكري يحمل الرسالة من بعدي يحمل اسمي، عاوز حد يحمل اسمي. خدت بالك لأن أبناء أبنائنا أبناؤنا وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعدي، يعني ابن ابني بيحمل اسمي أنا، إنما إحنا ابن بنتي بيحمل اسم أبوه وجده اللي هناك. خدت بالك؟ فخلافا للغرب طبعا. فالمقصود إن ده المعروف عند الناس إن عاوز ولد عشان يحمل اسمي ويخلد ذكراية ويبقى ذكري موجود وفلان وفلان ويقولوا فلان وعلان وافتكروني. إنما لو مفيش أولاد يبقى خلاص ذكور يعني تحديدا يبقى بوتر فلان دهوت وتنسى خلاص، هيفتكروا إزاي بعد ما يموت بسنة ولا سنتين؟ ما حدش هيجيب اسمه أصلا خالص. لكن طول ما له أبناء يقول لك فلان ابن فلان أبوه ده كان وكان وكان وافتكر أبوه. خدت بالك؟ ده المعروف عند الإيه؟ عند العرب وحتى عند الناس. تمام؟ فربنا بيصحح الفهم، بيقول لا، انت بتقولوا الابطر اللي فقد ولده او ليس له عقل من الذكور عشان سيموت ذكره، لا، انتم الابطرون، انتم المبطرون، يعني الاذلاء والذين سيذهب ذكركم واذا ذكرتم فانما تذكرون بالايه؟ باللعنات، وتذكرون بالسوء، تذكرون بالشر. إنما محمد الذي ليس له ولد رفع الله ذكره وقرن اسمه باسمه سبحانه وتعالى، فلا يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسل فاطمة رضي الله عنها أكثر نسل موجود، ولا زال الناس الآن يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تمر لحظة من اللحظات من ليل أو النهار إلا ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بآلاف أو ملايين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع ليلا ولا نهارا صلى الله عليه وآله وسلم. أبقى الله ذكره. مين الأبطر النهاردة؟ العاص بن وائل وأبو لهب، واخد بالك، وكعب بن الأشرف، خدت بالك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يا جماعة لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أصلا. يعني مين هو؟ أنت كنت هتعرف كعب بن الأشرف ده إلا إذا كان حارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أنت كنت هتعرف العاص بن وائل ولا عقبة بن أبي معيط ولا أبو لهب إلا من خلال حربهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حدش كان يعرف عنهم حاجة أصلا، ولم يذكروا إلا بصلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو صلت عداء، حتى لو صلت عداء. وإذا ذكروا ذكروا باللعنات، فهم المبتورون في الحقيقة، هم الأذلون، هم في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن شانئك هو الأبتر، سواء كان بقى المتكلم بقى المشركون بطر محمد أو المنافقون بطر محمد، إنما في الآخر ده رد على الكل. فإنا أعطيناك الكوثر، ده الخير الكثير والنهر، وده له صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أمته ستشرب منه. يبقى عامه، فصل لربك وانحر، الصلاة عامة كل أنواع الصلوات اخلصها لله، ونحرك كله اخلصه لله سواء كان نسكا أو مباحا. والنحر يدخل فيه الذبح دخول أولين، إذا وصل إلى النحر يبقى من باب أولى إيه؟
تعدى الذبح يعني. إن شانئك سواء قلنا المشركون أو المنافقون، لا هي إيه أعم من ذلك. فمبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه، هو الأبطر. وهكذا على مدار الزمان، كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأبطر والأقطع. وهذا المجرم الذي يتكلم في هذه الأيام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول القرآن أنزل على سكران غافل، ويعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا، نقول والله أنت الأبطر وأنت الأبعد وأنت الأذل، ولعلك ما فعلت هذا إلا لتذكر إلا لتشتهر. ومن كان يعرفه أصلا؟ مين يعرفه؟ اسمه إيه؟ مين يعرفه؟ حدش يعرفه، لحدش يعرفه لما إيه؟ زي الرجل الذي إيه؟ ذهب اليابول في زمزم. فالناس استغربت جدا، يعني تروح تبول في زمزم؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات، المهم اتشهر وخلاص، المهم اتشهر وخلاص. فده واقف على جبال محمد يقول لك إيه؟ بيقول لك ولقد ذرأنا لجهنم، ده ألفاظ قديمة، هات جديد، هات جديد. هو إحنا زيكم بنحرفوا الكتب اللي ربنا أنزلها ولا إيه؟ طب أنتوا بتحرفوا بتبدلوا، إحنا ما نجيبش جديد، إحنا اللي ربنا قاله بنقولوه، واخد بالك؟ بتهكم على نبي الله سليمان يقول لك إزاي مات وقعد 7 سنين ما حبش يخش الحمام، ما حبش ياكل، ما حبش يشرب. إيه ده يا جماعة؟ أنت بترد على مين يا ابني؟ أنت بترد على ربنا، بتكذب رب العالمين سبحانه وتعالى، قادر إنه يسخطك نزل عليك صاعقة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن شانئك هو الأبطر. طيب يا جماعة، لو أنا حصل إن 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 حد أذاك أو شتمك أو كده، هعمل لك إيه عشان أصبرك وأطلعك من اللي أنت فيه؟ أول حاجة أقول لك يا أخي ما تزعلش، طول بالك، ده اللي بيشتموك دولت هم اللي وحشين وهم اللي كذا وهم اللي كذا، وأنت ليك جائزة كذا وكذا، مش ده الطبيعي؟ ربنا عمل عكس كده، بدأ بإيه؟ بالجائزة الأول والإكرام، وأخر بقى حكاية الرد على الإيه؟ ما ذكرش كلامه أصلا، ده رد عليه بس، دليل على إيه؟ على إن كلامه ما يهز الشعر، ما يهز الشعر في النبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبطر في كل زمان وفي كل مكان، مبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبطر. طيب، مش كان في ناس بتبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوه بعد ذلك، زي عمرو بن العاص مثلا وأبو سفيان، حارب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو قائد الحرب 21 سنة، واخد بالك؟ وصفوان بن أمية اللي اتفق إن 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 اتفق إن هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وولد عياله كعيالي ومش عارف إيه، وعمرو بن وهب وأثمة بن وثمامة بن أثال وخالد بن الوليد. يبقى هنا إن شانئك، ما قالش إن من شنأك هو الأبطر، إن شانئك أي الذي استمر على شناءتك ومات على ذلك. إنما اللي كان بيبغضك يا محمد وبعد كده أحبك، خلاص ربنا بيقبل توبته، ده مش أبطر، ده تاب وخلاص. إن شانئك هو الأبطر. السورة عظيمة يا جماعة وجميلة جدا يعني، وفيها كلام كتير جدا، بس أنا طولت عليه بصراحة فسامحونا يعني. لو في دروس مستفادة مضافة إلى ما ذكر هنقف هنا عشان الشيخ حسن بيقول. حاضر، ربنا بس ادينا 5 دقايق بالراحة. بس يا اخي طب دور بالك. الدروس المستفادة، حد عنده دروس مستفادة بسرعة يضيفها لو فيه، عشان بس نبقى حوزنا العناصر بتاعة الدرس. عظيم عطاء الله عز وجل. عظيم عطاء الله عز وجل. إذا أعطى أعطى كثيرا. الكوثر، أعطى الكوثر. يرد العمل على يد الفضل سبحانه وتعالى. لا، ما ربنا أكرم الأكرمين. تمام، إيه تاني؟ عندما يعطيك الله عطية فزف الصدقات والذكر والصدقة والذكر. عليك الشكر بقى، تشكر ربك، والشكر يكون بمزيد من الطاعة. تمام. الخوف من الرياء. صلي لربك وانحر لربك. نعم. السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة، صح، احسنت. ان اللي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من حوضه، وبالتالي يشرب من الكوثر،
إنما لم يتبع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع يحرم، يحرم في وقت أحوج ما يكون إليه. نعم. فضل النبي عند ربه. آه فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فضل عظيم، مش حد أحسن منه عند ربنا سبحانه وتعالى. خلي اللي يشتم يشتم. عظم قدر الصلاة. آه صح، تعظيم قدر الصلاة. فصلي لربك إنه بدأ بها. نعم. المجتازين في كل زمان ومكان فإن الله عز وجل باطلهم وشنعهم. اللي هم أعداء الدين يعني. أعداء الدين. نعم. برضه في ناس تاني أن الله عز وجل تولى الدفاع عن السلم بعنده. صح. إلا تنصروه فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم. إنك فإناك المستهزئين. إنك فإناك المستهزئين. صح. تمام. ممتاز والله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك يا جماعة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على مجرد المقالات والرد، كل واحد ما يشتم من الرد. لا، ده الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى إلى ما هو أكثر من ذلك، إحياء سنتي. إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصر شريعتي ونشر ونشر نصر ونشر الشريعة. الاثنين ننصرها وننشرها. ننشر هذا الدين، نعلم الناس دين الله عز وجل، ده أبلغ رد. تحفظ القرآن، تعليم السنة، حلقات العلم، ها، إحياء السنة، الدعوة إلى الله عز وجل، العمل لدين الله عز وجل، ها، كل ده هو ده في الحقيقة النصر العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد الايه الكلام فقط. نعم. وإن من يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن, 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 إن الباطل لجلج، يعني منقطع مش مستمر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. بيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في استفسارات حول السورة الكريمة؟ استفسارات مفيش. طيب، أين نحن من هذه الآيات؟ إيه بقى القرارات اللي أنا هتخذها بعد ما سمعت تفسير السورة كريمة؟ ها؟ إحياء السنة والدعوة إلى اتباع السنة، زي ما كنا زمان يا جماعة أول ما التزمنا كنا بنركز على حتة اتباع السنة والرد على أهل البدع، ده برضه عايزين نرجع له تاني وبقوة، بالذات مع إطلالة البدع برؤوسها، البدع الشركية والبدع بيحاولوا يطلعوها من جديد والفرق الضالة، واخد بالك؟ فالكلام ده عاوز رد، عاوز ردود. فين الخطب بتاعتنا اللي كانت زمان عن التوحيد وعن اتباع السنة وعن الرد على البدع؟ وفين فين الكلام ده النهاردة؟ عاوزين نرجع الكلام ده، اللي يقعد في قاعدة درس أو خطبة أو موعظة أو أي فرصة تجيله لابد يركز على حتة اتباع السنة وقمع البدع. ها؟ نعم. ايه تاني؟ اليقين فيما عند الله. اليقين ان ربنا قال له إن أعطاناك الكوثر، وأخبرنا أن مين هيشرب منه؟ أمته. في أثر امرأة ذهب يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل فلم يجده، وجد امرأته، زوجته يعني، أين زوجك؟ قالت ليس هنا، تفضل يا رسول الله أدخل، إني كنت عازمة أن إيه أن أذهب إليك وأهنئك على النهر الذي أعطاك الله عز وجل، نهر الكوثر. شايفين اليقين؟ يعني رايحة عاوزة تهني النبي صلى الله عليه وسلم، تروح مخصوص تلبس وتروح مخصوص من بيتها، تروح للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته تبارك له، تبارك له على نهر الكوثر اللي ربنا اداه له. ايه اليقين ده يا اخي؟ ايه اليقين اللي عند الناس دي؟ طيب ايه تاني يا جماعة؟ حب النبي لأمته. صح. حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته. صح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالرؤوف الرحيم. طيب ايه تاني؟ الإنسان يا جماعة لا يأمن على نفسه من بغض النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حد ممكن يتخيل حاجة زي كده؟ محدش يتخيلها، بس وارد. ما تأمنش على نفسك. أديكم شايفين أهل الضلال أهو، كانوا ناس معانا على السنة وضل، واخد بالك؟ فأنت ما تأمنش. وأشخاص بالأسماء معروفين، لولا التسجيل كنت ذكرت أسماء مشهورة ومعروفة كانت على السنة وانقلبت، وبقوا ينصرون أهل البدعة بكل ضلالة ويحاربون أهل السنة بكل قوة، واخد بالك؟ فده قدر من البغض للنبي صلى الله عليه وسلم أو لسنته أو لشرعه. فالواحد ما يأمنش على نفسه، لازم الواحد يخلي باله. لازم الواحد يخلي باله. طيب، أكثر آية تأثرت بها؟ إن شانيك والأبطل. ليه؟
إن شانئك هو الأبتر. ليه؟ يعني يكفينا تولي الله سبحانه وتعالى الدفاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. لا ما تغذت على الأمة جميعا. كل ما تلاقي حرب على النبي صلى الله عليه وسلم وتتغاز تفتكر الآية دي نارك تبرد. صح. أحسنت. جزاك الله خير. آية تانية يا جماعة. آية أكثر آية تأثرت بها ولماذا؟ ليه؟ فصلي لربك وانحر. ليه؟ الإخلاص يا جماعة هو ده مناط العمل. الإخلاص وكمان اتباع السنة. نعم. إيه يا جماعة حد عنده آية تانية؟ طيب. إن أعطيناك الكوثر. نعم. يعني برضو إيه الواحد برضو كده يعني إيه يعني عنده يقين فعلا إن ربنا أعطى نبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. الإنسان يحرص على اتباع السنة عشان يشرب من هذا الإيه؟ النهر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.